السلام عليكم شباب، اليوم راح نتواصل بسلسلة المحاضرات اللي خاصة بالميتابوليزم مودولز اللي هي الكربوهيدرات ميتابوليزم. عملية الأيض للكربوهيدرات تبدي عن طريق تحويل جزيئة الجلوكوز اللي هي جلوكوز عندما يدخل الخلية يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيتاز. بالبداية نون أوكسيديتيف فيس راح يدخل بالأوكسيديتيف فيس اللي هو يكون بالبداية يكون جزيئة حرة لا تحتوي على مجموعة الفوسفيت، بعدين عن طريق الأكسدة وإضافة مجموعة الفوسفيت بتفاعلها مع الـ ATP راح تتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت، وكما نوهنا سابقا أنه الجلوكوز 6 فوسفيت راح بالبداية يحول لي الجلوكوز إلى أكتف فورم أنيونيك فورم، وبعدين انه يعمل كمصيدة للجلوكوز وما يخليه يطلع خارج الخلية اللي هو كابتشر. هذا الاكتيفيشن راح يخلي الجلوكوز يدخل في سلسلة من التفاعلات اللي ممكن انه تحرر لي يا اما تحرر الطاقة او تروح الى تكون كليكوجين سينثيسيس او ريبوز سينثيسيس وبالتالي تحرر لي الناد بي اتش. اذا الجلوكوز 6 فوسفيت ناد بي اتش راح يتحول لي الناد بي بلس راح يتحول الناد بي اتش اللي راح يحول لي الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفو جلوكانويد. نفس التفاعل راح عملية الاختزال راح يحرر لنا سي او 2 راح يحرر لنا ريبوز 5 فوسفيت اللي نحتاجه وين بالدي ان اي والار ار ان اي. ريبلوز 5 فوسفيت بعدين يتحول للريبوز 5 فوسفيت اللي هو نيوكليوتايد كو انزيم دي ان اي ار ان اي. هنا عملية التحول رجوعه الى الجلوكوز 6 فوسفيت هو ترانس كيتوليز او ترانس الدوليز الانزيم اللي يعمل هنا في هذه المرحلة ويحول لي الخماسي الى سداسي ذرة كربون. هنا النادي بي اتش راح نستفاد من عدة مثل كما نوهنا سالفين من بعملية جلوتاثيون ريدكتيز يختز لي الجلوتاثيون اللي يفيدني بمن يفيدني بالأنتي فري راديكال داخل جسم الإنسان، وبالتالي إنه البيشنت اللي أو البيبي اللي عنده جلوكوز دي 6 فوسفيت ديهيدروجين ديفيشنسي راح يعاني من هذه المرحلة إنه ما يتكون عندي ناد بي اتش، بالتالي تكثر كمية جلوتاثيون جي اس اس جي والتي ما راح تؤدي الى اختزال الفري راديكال او تحويله الى مواد غير ضاره. هنا ممكن وين نستفاد من عنده بالكيرسر وين نستفاد من عنده بالفاتي اسيد سينثيسيس. بنتوز فوسفيت باثويز اللي هو بي 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 او هكسو مونو فوسفيت شانت احنا نسميه تسميته يعني ات از كاركترايزد باي carried out in the cytosol يحدث بالسيتوسول. It is alternative pathways for glycolysis هو طريقة ثانية المن للكليكوليسيس. قلنا احنا ثلاث طرق عندنا هنا بالكليكوليسيس. That does not produce energy ما ينتج لنا اي طاقة اللي هو ينتج لنا ناد بي اتش. It is enzymes like glycolysis are in the cytosol but the hydrogen acceptors is ناد بي instead of ناد بلس. Functions, it is has three main functions, generated NAD pH, reducing equivalence for non-hydrogen carrier. نحتاج هذا المركب element biosynthetic anabolic pathways such as fatty acid and steroid hormone synthesis. Protection against antioxidant or oxidant agent or free radicals. Productions of C5 ribose sugars for biosynthesis of nucleoside and nucleic acid DNA and RNA synthesis. أيضا نحتاج reproductions of glucose and other hexoses from pentose sugars. Phase 2 oxidative and rearrangement. In the phase glucose 6 phosphate plus 2 NAD pH NAD plus not B plus راح يؤدي led to C5 generating of reproduction C5 اللي هو ribose and to not BH زائد 2H plus زائد CO2.
ان فيز 2 في الخطوه الثانيه راح يتحول ال 3C5 ثلاثه من جزيئات من الرايبوز شوغر فوسفيت راح يتحول الى فركتوز او جليسرالديهايد اللي هو ممكن يروح للجلوكوز اجين. التو فيز هنا الجلوكوز عندنا راح يتحول او الكلايكوجين الى جلوكوز 6 فوسفيت يا اما يروح للكلايكوليسيس او قلنا وين يتجه للبي بي بي شانت اللي هو ناد بي اتش راح يحرر لنا وجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز جلوكونولونيك اسيد اللي راح يتحول بالاخير الى السي 5. رول اوف ناد بي اتش ان ريبوسوم شيء او الار بي سي سوري شنو هو فائده الناد بي اتش قلنا هو انتي اوكسيدنت يخلصنا منين من الفري راديكال او الجلوتاثيون اللي هو جي اس اس جي. ان ار بي سيز رياكتيف اوكسجينيز سبيشيز اللي هو سوبر اوكسايد اند هيدروجين بيروكسايد ار فورمد نورمالي ديورينج ذا بروسيس اوف اوكسجين ترانسبورت از ان ذا فالوينج اتش بي ويحتوي على الحديد اللي هو بلس 2 والسوبر اوكسايد اللي هو يحمل اشاره سالبه راح يتفاعل يحول الحديد المن الى بلس 3 سوبر اوكسايد انيون. This reaction is spontaneously and it take place 1% per hours. اذا هذا التفاعل هو تلقائي موجود بالار بي سي يحول لزائد 2 الحديد الى زائد 3 وبالتالي راح يحوله من الاكتيف فورم للان اكتيف فورم فما راح ينقل لي الاكسجين. هذا يحدث بنسبة 1% بالساعة. سوبر اوكسايد انيون is very reactive and harmful to the cell. يعني قلنا مور انرجي يحتوي على مور انرجي يكون فري راديكال راح يشمون يبحث عن الاستقرار لذلك وين يروح يهاجم الدبل بوند الموجودة بالسيل ممبرين. اذا سوبر انيون is very reactive and harmful to the cell due to formation of free radicals is inactivated by. اذا احنا ممكن ان نتخلص من عنده بواسطة الجسم يتخلص من عنده بواسطة الهيدروجين الموجود بالناد بي اتش ويحوله الى بيروكسايد وبالتالي هذا راح يتفاعل مع من راح يتفاعل مع البيروكسي جلوتاثيون ويحول راح يتحول الى H2O واكسجين. الهيدروجين بيروكسايد can also form a free radicals so that it is must be inactivated by glutathione وممكن يتحول لهذا الشكل. جلوتاثيون راح يتحول الى جي اس اس جي ويتحول الى 2H2O. Regenerations of GSH must be carried out to maintain sufficient levels for normal metabolism by قلنا بالناد بي اتش اللي يجينا من البي بي بي شانت او باتويز راح يحاول انه يرجع لنا الجي اس اس جي الى 2 جي اس اتش اللي ممكن نستفاد من عنده مره ثانيه. Sufficient levels of ناد بي اتش is crucial for normal metabolic of RBCs. احنا نحتاج الكميات الكافية من عندنا نحتاجها بالار بي سيز. What is the source of ناد بي اتش؟ مثل ما احنا طلعنا قبل شوية انهم البي بي باثويز اللي هو مختص بانتاج الناد بي اتش او الهكسوز الشنط باثوي اللي هو ايضا مختص بهذا الشيء الانتاج الناد بي اتش. Which organisms in human rich in this metabolic pathway? الانسر the major source of ناد بي اتش is the pentose phosphate pathways. Lesser known mechanisms are ناد بي اتش link malic enzyme ناد بي اتش link isocitrate dehydrogenase ايضا ينتج من هذا الباثويز والباثوي مالك انزيم والناد بي اتش ايضا ينتج من ايزوستريت لكن الكميه الاكبر هي تنتج من بنتوز فوسفيت باثوي. This pathway is active in هذه موجوده وين بالليفر بالاديبوس تيشو ادرينال كورتكس تيست اند لاكتينج ميموري جلاندز which control glucose 6 فوسفيت dehydrogenase synthesis. هذا الانزيم يكثر او حاله مرضيه
جينيتيك ديسوردر مالتي راح ينتج بالفافيزم اللي هم اللي عندهم تحسس من الباقلة او عنده شم عطر ورد الباقلة او اكلها راح يكون عندهم تحسس وبالتالي يصير له ديفيشنسي وراح يصير عنده هيمولايتيك انيميا ناتجه من نقص هذا الانزيم. The gene encodes G6-phosphate dehydrogenase is found on the long arm of the X chromosome on bands XQ28. In some individuals, this gene is mutated, so it is X-linked recessive hereditary disease. What happens when G6-phosphate dehydrogenase genes is mutated? G6-phosphatase dehydrogenase is low راح ينخفض عندنا، بالتالي راح تنتج تكثر عندنا البيروكسيداز بيروكسايد اللي هو H2O2 accumulation in RBCs led to هذا لما يتجمع البيروكسيداز راح يقود leads to oxidation of hemoglobin and other proteins راح يبدي يكسر لي البروتينات. الهيموغلوبين becomes cross linked by disulfide bonds disulfide bonds cross link by disulfide bonds to form insoluble aggregates called Hans bodies as in the following. هنا الاكسيديشن فورم اوف هيموجلوبين هاي الحاله ايش راح يتكون عندنا؟ عندنا SH اللي هو موجوده بالسيستين امينو اسيد راح تتأكسد وتتحرر من عندها الهيدروجين ياخذ البيروكسيديز تتحول الى ديسلفايد راح يكون شيء يكون انسولوبل. المفروض هذين نتخلص اذا كان موجود عندنا الناد بي اتش راح نتخلص من عنده وبالتالي تتحرر هذه يكون سولوبل. What happens when G6-phosphate dehydrogenase genes is mutated? Oxidation of hemoglobin, oxidized hemoglobin leads to premature destructions of RBCs fragile and causes hemolysis acute hemolytic anemia. إذا بحالة إنه عدة أكسدة بال هذه المادة بالهيموغلوبين راح يكون بريماتشور غير ناضجة بالتالي يصير لها تحطم هاي كريات الدم الحمر شو نسميها العملية نسميها acute hemolytic anemia. It is precipitated by chemicals that increase the oxidative stress اللي هي مثل من سلفون أمايد أسبرين نون ستيرويد دراجز and anti malarials. هاي كلها العلاجات تأثر اللي عندهم glucose-6-phosphate deficiency راح تأثر علي هذه العلاجات وبالتالي من الضرورة أنت كطبيب ما راح تنطيه هذه العلاجات للشخص اللي عنده G6-phosphate dehydrogenase. It is also precipitated when the individual half eating fava beans اللي هو الفافزم الباقلة which contain glycosidase اللي هو الفايسن والايزوروميل. For this reasons it is called favism ندعيها بالباقلة. هنا نشوف ال degradation هذا الهيموغلوبين الموجود بال RBCs راح يكون على شكل هانس سبوت موجود بال RBCs هنا المفروض يكون soluble هو هنا كان تكون insoluble تكون disulfide bone وبالتالي prematures. إيش راح يكون عندي consequences of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency أو glucose-6-phosphate deficiency genes mutated no or low NAD pH ما راح ينتج عندي NAD pH أو كميات جدا قليلة راح يكثر عندي GSSG not returning back to GSH RBCs membranes rigid and fragile إن ده تكون صلبة وممكن تتكسر بسرعة. Mechanical destructions of RBCs leads to low HB راح ينخفض عندنا الهيموغلوبين راح يكون عندنا أنيميا راح يرتفع عندنا الهاي بيلروبين اللي هو يكون جوينتس أو بصفار. غاليكتوز ميتابوليزم الغاليكتوز هو أحد الكربوهيدرات مونوسكرايد الميتابوليزم مالته هو تحويله لمن تحويله للجلوكوز للجلوكوز وبالتالي يصير له ديجريديشن. الجالكتوز بيتفاعل مع الاي تي بيز بالجلوكوز جالكتوكينيز او الهكسوكينيز
راح يتحول الجالكتوز 1 فوسفيت. الجالكتوز 1 فوسفيت فعل الجالكتوز 1 فوسفيت يوريديل ترانسفيرز اللي هو ينقل لي اليو دي بي جلوكوز، راح ينقل لي الها الجالكتوز يحول اليو دي بي جالكتوز. بالابيمراز طبعا هاي سايكل بالابيمراز راح يتحول يو دي بي جالكتوز المن الى يو دي بي جلوكوز. اليوب هنا راح ايش راح يكون عندي جلوكوز 1 فوسفيت اللي ممكن يعطيني جلوكوز 6 فوسفيت بانزيم الميلتاز. Galactosemia it is a rare genetic metabolic disorder that affects an individual's ability to metabolize the diet sugar galactose. إذن هو inherited هو وراثي أثر على بعض الأشخاص عدم قدرة هضم الجالكتوز. Lactose is food in food such as dairy products is broken down by the enzyme lactase into glucose and galactose. إذن اللاكتوز هو إحنا نأخذه بالحليب ممكن إنه هو الميتابوليزم مالته تعطيني glucose والجالكتوز. An individual with galactosemia في حالة اللي هم الأشخاص اللي ما هم القدرة على هضم الجالكتوز the enzyme needed for further metabolism of galactose اللي هو kinase or transferase are severely diminished or missing entirely. إذن بحالة فقدان هذه الإنزيمات ما راح يتحول الجالكتوز إلى جلوكوز وبالتالي راح يصير accumulation بالجسم. accumulation شو راح يسوي لي؟ leading to accumulation of toxic levels galactose and or galactose 1 phosphate. The absence of the kinase is relatively rare and is characterized by accumulation of galactose only in the tissue. The absence of the transferase is more common and more serious as both galactose 1 phosphate accumulation in tissue. إذن الإنزيم نقص الإنزيم الترانسفيرز اللي خدناه قبل شوية بالباتويز هو يكون أكثر شيوعا وراح يكون هو more dangerous. Accumulation of galactose 1 phosphate in tissue leads to its reductions. إذن تجمع الجالكتوز بالتشو راح يؤدي المن إلى اختزاله المن إلى كحول اللي هو جالكتو total aldehyde groups reduced to alcohol groups by the activity of enzyme aldose reductase. إن هو فعل إنزيم aldose reductase. إذن جالكتو total راح يتحول فعل إنزيم reductase. Is not substrate for next enzyme. هذا المادة هي ما تكون substrate للإنزيم الآخر اللي يحول جالكتوز إلى جالكتوز 1 فوسفيت أو 6 فوسفيت وبالتالي خلصنا من عنده. Polylial pathways اللي هي polylial dehydrogenase increase osmolarity راح يزيد عدد الأوزمولارتي cell ruptures damage ويؤدي إلى تحطم الخلية. This reactions depletes some tissue or not pH. إذن هذا بما راح شيء يستهلك إني راح يستهلك إني جميع الكمية اللي منين من not pH. No reducing equivalent. ما راح يكون عندنا هنا reducing protein cross شبيهة راح يأثر على بروتين وبالتالي يؤدي إلى damage. إذن هو متسلسل يعني مو بس إنه اتحول إلى كحول وانتهت يعني او انه صار ما راح يكون انه سبستريت للانزيم القادم. ايضا خلص لي الكميه من الناد بي اتش وبالتالي انا الناد بي اتش احتاجه وين بالبروتين لان ما يتكون عندي دايسل على مود ما يتكون عندي دايسلفايد بريدج وبالتالي يتحول البروتين من سولبل الى انسولبل. الاي دامج اللي هي ممكن تكون cataract due to a cross-link of lean's proteins by SS مثل ما وضحنا قبل شوية forming and non-enzymatic glycosylations of the lean's proteins because of the high concentration of galactose. Glaucoma accumulation of galactose and galactitol in the eye may lead to raised intraocular pressure which is untreated may cause blindness. Other tissue accumulation of galactose 1 phosphate resulting in hepatomegaly تضخم بالكبد cirrhosis تشمع renal failure فشل كلوي contract قلنا بالعين brain damage الخلايا الدماغ and ovarian failure وفشل بالرحم.
This related to the sequestration of phosphate, making it unavailable available for ATP synthesis. أيضا ممكن إنه يستهلك الفوسفيت وما يخليها تكون موجودة لتصنيع الـ ATP وبالتالي قلة الطاقة. Metabolism of pyruvate to enter stage 3 of catabolism. Pyruvate is first converted to acetyl-CoA by enzyme pyruvate dehydrogenase. إذن البيروفيت dehydrogenase حول البيروفيت المن للأسيتايل-CoA. وعدنا قبل أخذنا lactate dehydrogenase إنزيم اللي يحول البيروفيت لللاكتيك أسيد. PDH is a multi-enzyme complex that catalyze the over reactions. Pyruvate CoA NAD راح يتحول للأسيتايل CoA CO2 NAD H زائد H. This reaction is irreversible. هذا التفاعل يكون غير عكسي يعني تحول الأسيتايل للبيروفيت. Is pyruvate dehydrogenase sensitive to vitamin B deficiency ويكون حساس إلى vitamin B. Summary stage 2 catabolism of sugars fructose galactose fructose glucose galactose وglycogen كلها تتحول المفروض الى glucose 6 phosphate او glucose 1 phosphate وبالتالي تدخل لي الglycolysis اللي يعطيني البيروفيت. البيروفيت راح يعطيني اللاكتيك اسيد بحاله بالمصل بحاله نقص الاكسجين او يدخل لي بالتي سي اي سايكل بتوفر الاكسجين بعد تحوله المن الى الاسيتايل كو اي. The acetyl-CoA inhibits pyruvate dehydrogenase, so only acetyl-CoA form from the beta-oxidation of fatty acid rather than from glucose is used in stage 3 of catabolism. إذن عملية التثبيط راح تكون عن طريق الأسيتيل-CoA اللي جاي من beta-oxidation. This reaction is sensitive to the energy status. يكون حساسة إلى وجود الطاقة of the cell ATP and NADH inhibits and ADP activates the enzyme. إن هذا الإنزيم ينشط بالنقص الطاقة اللي هو الأدينين داي فوسفيت. The enzyme is activated when there is plenty of glucose to be catabolized. Insulin activity وأيضا ينشط بوجود الإنسولين. The enzyme insulin activates the enzyme by promoting it is dephosphorylations. Thank you for attention.